الست جبرية موجودة؟ عاوزة منها هنا نعيمة. عاوزة اتكلم معاها كلام ضروري قوي، هي واسم النبي حرس ومروان. قابلتها وانا جاية، كانت عايزة تروح لمروان بس انا جبتها هنا الاول. ايه اللي رجعك تاني؟ مش قلتي مش هتعتبيها؟ عشان المصلحة يا حبيبتي، اذا كان مش لازمكم خلاص امشي. استني استني يا ست نعيمة. عبدالله استنى يا عبدالله، مفيش فايدة فيك. شفتي خرج ازاي من غير ما يستأذني؟ اه شفتي عمتي؟ تعالي تعالي بس حاجة فيه. شفتي يا زينب؟ ما بيسمعش الكلام يا زينب، كل شوية اقوله ما تخرجش بالليل يا ابني برضه ما بيسمعش الكلام. اضربه يعني؟ لا حبيبتي ما بيهونش عليا، والله ما بيهون عليا اضربه. بقول لك يا نعيمة، تعالي نروح ندور عليه عند عمه، انا متأكدة انه هو راح عند عمه. 100 مرة اقول له يا واد عمك ما بيحبكش ولا بيحبنا، ما بيسمعش الكلام، غلطت معاه. معلش يا اختي ما تزعليش عمه منه بقى، ما يجراش حاجة. انا السبب، انا السبب يا نعيمة، انا السبب، انا اللي سبته يموتوه، انا اللي سبته يموتوه يا نعيمة، انا اللي سبته يموتوه، انا اللي سبته يموتوه. يا شمس شمس شمس، وهي شمس تزعلي مني والنبي؟ انا والله ما اقصد اني اوقعك من على السلم. طيب اجي معاكي فين؟ اجي معاكي فين يا عبد الله؟ رتال يا رتال يا عبد الله عليها يا شمس، مش كده؟ أنا عمري ما أدعي عليكي أو أدعي إن ضنك يروح منك يا ريتال. لا دعيتي عليها يا شمس، دعيتي عليا أنا وابني. أنا حبلة وشايلة اللي طول عمري كنت بتمناه وما خايفاش منك ولا من الدنيا. نفسي أعيش عشان أشوفه بيكبر قدام عيني، وعارفة انك هتحبيه. عارفة ليه يا ريتال؟ عشان اللي حصل ده مش انتقام من ربنا، لا ده ربنا بيطهرك، خد منك حاجة كبيرة قوي. هو عارف ان قلبك هيتقطع عليها، عارف العذاب اللي هتشوفيه، عارف ان العذاب ده كبير. أنا عشت العذاب ده وشفته، لسه مش مصدق إنك مش هتشوفيه تاني، مش مصدق إن يدك مش هتلمسه. صدقيني ربنا خد منك حاجة كبيرة عشان بيحبك، حاسبك في الدنيا عشان تبقي أحسن. صدقيني لو قلت لك سامحيني يا شمس هتسامحيني؟ ربنا هو اللي بيسامح. يبقى لسه شايله مني. قلب الواحد مننا عامل زي الاوضه المقفوله، محدش عارف جواها ايه. بس طالما ربنا بيسامح يبقى احنا كمان لازم نسامح. على فين؟ قلبي مقبوض قوي يا شمس، حاسه ان الدنيا سودا وضيقه قوي في وشي. صلي صلي يا ريتال وافتكر كلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صلي صلي وادعي ربنا
يريح قلبك ويطمن بالك ويعوضك. صلي يا حبيبتي. مساء الخير يا مروان. مساء نور. ازيك يا حبيبي؟ انت كويس؟ الحمد لله على كل حال. انت عارف طبعا غلاوتك عندي، جوز بنتي وابن الغالي. وبعدين؟ ولا قبلين كنت عايزة يعني اتكلم معاك كلمتين. هتعمل ايه مع نادية؟ المفروض اعمل ايه؟ ما انا لو عارفه يا مروان ما كنتش جيت يا اخويا وسالتك. تفتكري بعد اللي عملته المفروض اعمل ايه؟ تعيش رقبتها. تعالي يا عمي تعالي. اقعدي. بكره الصبح بعون الله تاخديها وتروح بيت ابوها. مش عايز اشوفها قدامي. انا كل ما بشوفها قدامي بفتكر اللي حصل. في حاجات كتيره قوي ملهاش غير حل واحد ملوش تاني، انها تخفى من الدنيا دي كلها. لكن انا ليه عندي حل تاني؟ ايه هو يا ترى؟ انها تخفى من قدامي والمحاشي. مروان ما نبقاش احنا يا ابني والزمن عليها. البت اتهدت واتمرمطت وتعبت، لازم حد مننا يقف جنب منها، ملهاش غيرنا. فاكري كده في اللي انت بتقوليه؟ هتعرفي أنا ليه ساكت لحد دلوقتي إنها قاعدة في البيت؟ ده عايزة صبر جبال.